مين بيخبرني شو عاصمة سلوفاكيا؟ سلوفاكيا دولة تقع وسط قارة أوروبا ومعروفة كتير بمناظرها الخلابة. خلينا هلأ نروح نزورها بفقرة عالم البلدان. سلوفاكيا. سلوفاكيا دولة تقع وسط أوروبا، يحدها من الشمال الغربي جمهورية التشيك، من الشمال بولندا، من الشرق أوكرانيا، من الجنوب المجر، ومن الجنوب الغربي النمسا. تتميز سلوفاكيا بطبيعتها الجبلية، حيث تمتد على مساحة واسعة من نصفها الشمالي سلسلة جبال كارباتيا، من بينها جبال التاترا التي تشتهر بمناطق التزلج والعديد من البحيرات والوديان ذات الطبيعة الخلابة. مناخها يتسم بصيف معتدل ماطر ذو رطوبة عالية وشتاء بارد مع هطول ثلجي كثيف. عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا وأكبر مدنها. بتكون العلم السلوفاكي من ثلاث ألوان، هي الأبيض، الأزرق، الأحمر. عملة سلوفاكيا هي اليورو. للفن الشعبي تقاليد عتيقة في سلوفاكيا، وأهم ما يصنعوه هو السلال واللوحات الفنية المرسومة على الزجاج والأواني الخزفية والخشب المحفور، وفي كتير من المناطق منازل خشبية ذات رسومات فنية.